التقى اثنين من اخواننا من الدول العربيه في مطار جده. ايوه. بعد ان ادوا فريضه الحج. ما اعرفهم بعض. فكان ذا يقص على الثاني وكذا. وشلون حجيت وكذا وكم حجيت وكذا. قال هذا انا الحمد لله الان لي 12 حجه. الشخص الثاني قال هذه اول حجه لي في الاسلام. سبحان الله. ولها قصه عجيبه يقول. يقول انا اعمل فيزيائي في احدى المستشفيات، فيزيائي قصده العلاج الطبيعي. يقول سبحان الله هذه مستشفى خاص. يقول عندي احد الاطفال يعني جلس سنتين او ثلاث سنوات مع الاعاقه. فبدات يعني الحمد لله معه بدا يتنشط وكانت دائم امه رؤوفه معه دائم كل وقت. في الفترة الأخيرة اضطرينا على أساس أنه ما يبعد عن المستشفى النومة. فأحد الصباحات إذا هو طالع مع أمه من المستشفى، وين بتروحون؟ قالت والله المؤونة والمبلغ اللي معنا انتهى ولا نستطيع نجلس في المستشفى. قالت ابنس طيب واصل مرحلة يعني كذا وكذا. قالت ما عندنا شيء. فالمستشفى ما عنده، عندهم نظام ادفع ولا توقع. اطلع ادفع ولا اطلع ولا اطلع. فيقول هذا الرجل كنت لي أكثر من 20 سنة في المستشفى وأجمع من راتبي مبلغ بسيط لأداء الحج وكنت حاجز. رحت أنا للمسؤول في المستشفى وقلت له الجماعة كذا وكذا وكذا. قال تعرف نظام المستشفى هذا مو بحكومي عشان نقول هذا يا يدفعون يا ما عندنا وسيلة. يقول حاولت يمين يسار ما في فائدة. كان المبلغ اللي طالبينه المستشفى مقابل المبلغ اللي أنا جامع لأداء الحج كان حول 15 أو 20 ألف. يقول سبحان الله العظيم قلت استخرت عن الحج ودفعت المال كله للمستشفى لأجل أن يستمر هذا في علاج. فمن بكرة إلا يتصل علي المدير المستشفى قال لي وينك فلان؟ قال والله كذا. قال تعال الآن مسؤولة ومدير عام المستشفى بيحج وكنا مرتبين ان فلان بيرقي خاويه وانه جاه ظرف وفاة وكذا واعتذر والان رشحناك انك ترافق مدير عام المستشفى. الله. يقول جاني من الفرح سبحان الله العظيم ذهن انطبق من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول انطلقت مع مدير المستشفى. طبعا الفراغ حصل واجد. بدأت اسولف عني عن المستشفى. يقول ما يعرفني كثير، عنده مستشفيات وعنده هذا. فبينت له القصة وكيف أني رشحوني وكنت جامع فلوس علشان أحج وأني تبرعت بهذا. يقول لما انتهى الحج وحجينا وجالسين أيام منى فاجأني مدير المستشفى اللي في الرياض اتصل علي وقال ترى مدير المستشفى اتصل علينا قال رجعوا المال لفلان كاملا وافتحوا قسم للمحتاجين على اساس لو جاء مثل هالحاله هذه ان كذا. يقول سبحان الله العظيم وحجينا ورجع لي مالي كله كامل وادينا الواجب مع هذا الولد في علاجه. الشاهد من هذا يا اخواني وكما مر في الايات كما مر في الايات والانسان ولا يعني يؤخر المال في الإنفاق. يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فربط القصة بهذه الآيات يجعل الإنسان لا يعني كما قلنا في إحدى الحلقات اسرق من مالك لينفعك، اسرق من مالك لينفعك. يعني بقى يعني فهنا الرجل هذا لما سرق من ماله وتبرع به لهذا الطفل كيف أن الله عوضه هذه الأعمال؟ ولو قدر أنه سبق عليه الأجل وما أنفق وش يقول؟ رب ارجعون علشان أعمل عشان أبني علشان أجمع. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأنت الآن قلبها الحين تصدق ابذل أي شيء تستطيع أن تقدمه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في ختام الآية والله خبير بما تعملون. خبير يعني ما يخفى على الله سبحانه خافية. فأنت خبير بما عمل الله فالله خبير بما تعمل يا الإنسان. ولا تستبطئ مثلا تقول والله أنا بأسوي مثل هذا الرجل أو سويت ولا جاني شيء. فهنا فرق الذي ينفق ويتصدق على يقين
على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعوض سواء في الدنيا أو الآخرة، ليس كما يقول بتصدق أجرب هو بيجيني ولا ما يجيني، شتان بين هذا وهذا. فهذه القصة حقيقة أنا تدبرت وسألت عنها، وجدت يعني من يعني نقل لنا من هالموضوع أكده. فأقول حقيقة أن الإنسان يحاول، المؤمن كالمؤمن يشد بعضه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه المرصوص. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.